الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً ونية خالصة. وبعد، هذا حديث آخر نتناول فيه أحكام شيء من المعاملات المصرفية، ونبين فيها بعض ما يمكن الاستغناء به عن المعاملات الربوية، فإن الشرع يتطلع إلى كثرة الأعمال التي يعود أثرها ونماؤها على الناس، ولذلك منع من الربا الذي يكون من آثاره كثرة الديون في الذمم، ومن آثاره صرف الأموال عن المشاريع العملية التنموية إلى أن تكون مجرد ديون يأخذها ذلك الشخص الذي يعجز عن مصاريفه وتكاليفه. وكنا فيما مضى ذكرنا عدداً من التعاملات المالية التي يمكن تحويرها لتكون طريقاً من طرق تنمية الأموال من خلال المصارف، ولتكون سبيلاً من سبل انتشار الأعمال وازدهار التجارات. وكنت قد ذكرت بالأمس ما يتعلق بمعاملة الاستصناع، ومن معاملة الاستصناع يمكن أن يكون هناك معاملات مصرفية مبنية على الاستصناع بما يسمى الاستصناع الموازي، فإن صاحب المال الذي يريد سلعة يمكن استصناعها يتعامل مع البنك بحيث أن صاحب تلك الرغبة يؤجل دفعه لثمن السلعة، فيقوم البنك أو المصرف بالتعاقد مع شخص يقوم بذلك العمل المراد استصناعه، فهنا عقد ثلاثي، فهنا عقدان منفصلان وليس عقدا واحدا، وذلك أن صاحب الرغبة في هذه السلعة يتعاقد مع البنك على أن يأخذ هذه السلعة بثمن مؤجل، والبنك يتعامل مع الصانع الذي يعملها على أن يدفع له بثمن حاضر. ويشترط في هذا أن لا يكون هناك ارتباط بين العقدين، وهكذا يشترط أن لا يكون هناك تواصل مباشر بين الصانع العامل وبين ذلك الشخص الذي يريد السلعة، وهكذا يشترط أن يكون البنك يتولى قبض السلعة قبل أن يقوم بتسليمها للشخص الراغب في تلك السلعة. وعلى ذلك لابد ألا يكون هناك اتفاق بين الطرف الأول في المعاملة الأولى والطرف الثاني في المعاملة الثانية، فالعامل الذي يصنع لا يكون بينه وبين صاحب الرغبة اتفاق بحيث يتعاقدان أو يتفقان على كيفية تصنيع السلعة وعلى أوصافها، ثم بعد ذلك يذهبون إلى المصرف ليكون وسيطاً بينهما. ومن المعاملات التي قد تدخل فيها بعض المصارف ما يتعلق بمعاملات التأمين، والمراد بها عقد، يراد بالتأمين عقد يكون فيه تعويض مالي عند حصول خسارة أو مصيبة. والتأمين
له نوعان مشهوران، أحدهما التأمين التجاري والثاني التأمين التعاوني، وأكثر المجامع الفقهية والهيئات العلمية على أن التأمين التجاري يمنع منه، ويستدلون على ذلك بأن هذا العقد فيه ربا، فهو دفع مال بمقابل مال نقدي، دفع مال نقدي في مقابلة مال نقدي مع عدم التساوي بينهما. وفيه نوع من أنواع القمار، لأن الإنسان يدفع ولا يدري هل يحصل على العوض المرتب على ذلك أو لا، وهذه المعاملة أيضا مشتملة على جهالة وغرر، فإنه لا يدرى كم سيدفع من الأقساط ولا يدرى كم سيحصل عليه من التعويض. وبينما رأت هذه المجامع أن التأمين التعاوني جائز، ورأوا أنه من المباحات، واستدلوا عليه بالنصوص الواردة في الترغيب في التعاون، من مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وبمثل ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشعريين وذكر أنهم إذا أرملوا وكانوا في الغزو جمعوا ما لديهم من طعام ثم اقتسموه، قال فهم مني وأنا منهم. وهذا نوع من أنواع التأمين التعاوني. ولكن يبقى هنا إشكالية كبيرة عند من يبحث في مثل هذه المعاملات، ألا وهي ما هي الفوارق التي تكون بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري. والناظر في أنواع هذه في أنواع التأمين يجد أن هناك ثلاثة فروق رئيسة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري. أول هذه الفروق أن التأمين التجاري يكون التعويض فيه مبنياً على الاتفاق بين الطرفين، بينما التأمين التعاوني يكون التعويض فيه على وفق ما حصل من خسارة على المؤمن. مثال ذلك قد يكون التأمين على قلم، ففي التأمين التعاوني يكون التعويض بمقدار قيمة هذا القلم، بينما في التأمين التجاري يكون التعويض بحسب الاتفاق، فقد يتفقون في تأمين القلم على أن يكون التعويض مليون ريال مثلا. وأما الفرق الثاني فهو أن التأمين التجاري تكون الأقساط المدفوعة من المؤمن بحسب الاتفاق، بينما في التأمين، ولذلك تختلف هذه الأقساط ما بين شخص وآخر ليكون ذلك بالنسبة أو منسوبا إلى التعويض، فإنه متى كان التعويض كبيرا كانت الأقساط كبيرة، ومتى قل التعويض قلت الأقساط. ولذلك قد تكون السلعة الواحدة من أشخاص متماثلين متفاوتة في الأقساط، بخلاف التأمين التعاوني فإنه عند التماثل في السلع وفي صفات الأشخاص المؤمنين تكون الأقساط متماثلة. والفرق الثالث من الفروق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري أن التأمين التعاوني ترد فوائض التأمين إلى المؤمنين، بخلاف التأمين التجاري فإن القائمين عليه يأخذون هذه الفوائض. ومن أمثلة وذلك
أن التأمين التعاوني بمثابة اتفاق بين جماعة يعوضون من حصل عليه مصيبة أو خسارة منهم، ولذلك فما فاض من الأموال فإنه يعود إلى المؤمنين، بخلاف التأمين التجاري فالقائم عليه يأخذ ما فاض من أموال المؤمنين، لأنه إنما أراد الاتجار بمثل هذه المعاملة. فإن قال قائل: فما هي فائدة شركة التأمين التعاوني في هذه الحال؟ فيقال: إن شركات التأمين التعاوني تتمكن من العمل بهذا المال والاتجار به والاستفادة من استثماره وتنميته. ومن المسائل التي يكثر الحديث فيها عند من يبحث في مسائل المصارف مسألة الصكوك، والمراد بالصك الوثائق التي تكون لإثبات الحقوق، الوثائق التي تكون لإثبات الحقوق. والصكوك لها أنواع كثيرة، لعلي أذكر منها ثلاثة أنواع. فالنوع الأول صكوك الملكية، صكوك الملكية، وهذه الصكوك تكون هناك سلعة يكون ملاكها متعددين، فيكون لكل مالك صك يثبت ملكيته في تلك السلعة، وقد يكون لتلك السلعة غلة ومردود فتعود لأصحاب تلك الصكوك. ومن أمثلة هذا فيما يتعلق بمعاملات المصارف أن يشتري المصرف عمارة ب100,000 مثلاً، ثم يقوم بوضع صكوك ملكية عليها 100 صك، فيقوم ببيع الصك 1,100 فيربح الفرق في هذا، وتكون هذه الصكوك بعد ذلك لإثبات ملكية من كان بيده شيء منها لجزء من هذه العمارة، فكل واحد منهم يملك سهماً من 1,000 سهم وهكذا. فهذه الصكوك، صكوك الملكية، مما يتعامل به المصارف، مما تتعامل به المصارف الإسلامية، وهي سبيل من سبل استفادة الناس من هذه المنشآت، وكذلك يكون هناك استفادة للمصارف فيها بوضع فارق في قيمتها، فهم يشترونها بثمن ثم يجعلونها موزعة في ملكيتها، ثم يقومون ببيع هذه الملكيات من خلال جعل صكوك للملكية. ومن أنواع الصكوك صكوك الإيجارة، صكوك الإيجارة، بأن يكون هناك سلعة ويوجد من يريد استئجارها لمدد متفاوتة، فيقوم البنك بوضع صكوك إيجارة فيها، ثم تؤجر تلك السلعة على الذي يريد الاستفادة منها. ومن أمثلة هذا ما لو كان هناك عمارة، وهذه العمارة يوجد من يرغب أن يستأجرها لمدة 20 سنة، ثم فيقوم البنك بشرائها ثم بوضع صكوك الإيجارة عليها، بحيث يملكون الانتفاع بهذه العين بمقدار صكوكهم، فيأتي مستأجر فيستأجر هذه العمارة لمدة 20 سنة، بحيث يدفع في كل سنة أجرة لانتفاعه بالعمارة في تلك السنة، فيكون هذا من سبل استفادة أصحاب هذه الصكوك.
مثال ذلك عندنا عمارة يوجد من يريد أن يستأجرها لمدة 20 سنة، كل سنة يستأجرها بمليون ريال، فيضع المصرف عليها صكوك إيجارة، بحيث يعتبر من يشتري هذا الصك مستأجرا لهذه أو لجزء من هذه العمارة هذه المدة، فيضع فيها مثلا 1,000,000 سهم، كل سهم ب15 ريالا، فهنا هذا يدفع 15 ريالا الآن ويستفيد كل سنة ريال، بحيث يحصل له على مدار 20 سنة القادمة 20 ريالا لكل سنة ريال، فهذا مما يدخل في صكوك الإيجارة. ومثل هذا العقد عقد جائز في الشريعة، ولا زال الفقهاء يذكرون أن من استأجر عينا جاز له أن يؤجرها متى كان المستأجر الأخير أقل انتفاعا من المستأجر الأول، وذلك أن المستأجر الأول ملك منفعة هذه العين فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو أن يستوفيها بغيره. ومن أنواع الصكوك أيضا صكوك المشاركة، صكوك المشاركة بحيث يكون هناك رغبة في إجراء شيء من أنواع الشركات مثل عقد المضاربة، ولكن لا يوجد تمويل لهذه الشركة، وبالتالي يضعون صكوكا لملكية هذه الشركة، بحيث كل ما ورد من غلة فإنها توزع بين أصحاب هذه الصكوك بقدر مشاركتهم. فمثل هذا أيضا نوع من أنواع عقود الشركات التي جاءت الشريعة بإباحتها وإجازتها. فالمقصود أن موضوع الصكوك يمكن أن ينتفع به في المصرفية الإسلامية، وتكون سبباً من أسباب نماء النماء وكثرة الأعمال عند الناس. وإن كان في بعض صور هذه الصكوك يوجد نوع من أنواع التحيل على الربا، بحيث يكون المقصود مال بمقابل مال أحدهما مؤجل والمؤجل أكثر من الحال، فيكون ذلك التعامل طريقة من طرائق التحيل على الربا. من أنواع المعاملات المصرفية ما يتعلق بالتحويلات المصرفية، والمراد بالتحويل أو الحوالة نقل الدين من ذمة إلى أخرى، والحوالة أصلها جائز، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتبع على مليء فليتبع. والحوالات المصرفية على نوعين: النوع الأول أن تكون الحوالة من جنس مال من جنس واحد، كما لو أعطاه 100 وطلب منه أن يقوم بتحويل هذا المال إلى محل آخر أو بلد آخر، فمثل هذا الأصل فيه الجواز، حتى ولو أخذ المصرف أجرة على هذا العمل جاز، فإن هذا من أنواع عقد الإيجارة، فأخذ أجرة على تحويل هذا المال. والفقهاء يذكرون عقدا يماثل هذا العقد يسمونه السفتجة، ويستدلون عليه بما ورد عن
عبد الله بن الزبير أنه كان يأخذ من الناس أموالهم بمكة ويحيلهم على أخيه مصعب بن الزبير في العراق، وكانوا يقصدون بذلك أن يأمنوا الطريق، فإنهم لو أخذوا أموالهم في الطريق قد يأتيهم قطاع الطريق فيستولون على تلك الأموال، وبالتالي يتعاملون بمثل هذا التعامل. المشهور من مذهب الإمام أحمد وطوائف من أهل العلم إجازة هذا النوع من أنواع العقود، ومن منع قال بأن هذا الذي دفع المال يستفيد بدفعه المال، فكأنه قد أجرى عملية قرض واستجر لنفسه نفعاً بها، ولكن هذا النفع إنما هو نفع معنوي وليس نفعاً مالياً، ولذلك لا يدخل في ما يسمى بمسائل القروض التي تجر نفعا. والنوع الثاني من أنواع التحويلات المصرفية التحويل بعملة أخرى، كما لو أعطاهم ريالات على أن يقوموا بتحويلها إلى بلد آخر فيجعلونها جنيهات مصرية أو دولارات أو غير ذلك. فهذا التعامل من التعاملات التي انتشرت في زماننا الحاضر، ولذلك اختلفت وجهات نظر العلماء المعاصرين في هذا النوع من أنواع التحويلات المصرفية. ومن أجاز هذا التعامل اشترط فيه أن يكون هذا التعامل قد فصل بين معاملة الصرف ومعاملة التحويل والحوالة، فإن هذا العقد مشتمل على أمرين: معاملة صرف فكأنه قام بإعطائه ريالات وأخذ بدلها جنيهات، ثم بعد ذلك أجرى تعاقداً آخر بتحويل هذا المال إلى من يستلمه في البلد الآخر. وحينئذ معاملة الصرف لا بد فيها من التقابض كما تقدم، لئلا يكون من ربا النسيئة، فإن ربا النسيئة بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة أحدهما مؤجل، ومن ثم لا بد من التقابض. ولذلك بعضهم قال بأن قبض الشيك الذي يرسله إلى البلد الآخر ليقوم باستلام الحوالة بناء عليه يعتبر بمثابة التقابض المشترط في عقود الصرف، بينما آخرون قالوا بأن التقييد في الحساب البنكي يعتبر قبضا، ولذلك جعلوا أن هذا الشخص لما سلم المال إلى المصرف وسجل في سجلات المصرف بأنه بالمبلغ الفلاني من النقد الآخر اعتبر هذا بمثابة القبض، وبالتالي قالوا بأن هذه معاملة صرف مستكملة الشروط، فإذا حول المبلغ بعد ذلك أصبحت معاملة أخرى. فهذا إلماحة عن ما يتعلق بالتحويلات المصرفية. ومن أنواع المعاملات التي تجريها البنوك ما يسمى ببيع الديون المعدومة، بيع الديون المعدومة. ومن أمثلة ذلك أن يكون للبنك ديون على أشخاص عاجزين عن السداد، فيقوم البنك ببيع هذا الدين
على شخص آخر ومن أجل أن يستوفي هو هذا الدين ويقوم بأخذ الفرق بين ما دفعه وبين قيمة الدين الحقيقية. وتقدم معنا أن ذكرنا مسائل قلب الدين، وبيوع الديون المعدومة هي مما يدخل في صور قلب الدين السابقة، وبيوع بيع الدين المعدوم هذا على نوعين. النوع الأول أن يكون بيعاً بدين مؤجل، وإما أن يكون بيعاً للدين بثمن حال. كما يمكن تقسيم هذه المعاملة على إلى قسمين. القسم الأول أن يكون البيع بمال من جنس مال الدين، والثاني أن يكون البيع من غير جنسه. وبالتالي نحتاج إلى تقسيم هذه المسألة بأقسام متعددة. القسم الأول بيع دين على غير صاحبه بمال من غير جنسه، والثانية بيع دين من غير صاحبه بمال من جنس الدين. مثال ذلك لدين على زيد 1000 ريال وقد عجز عن سدادها وحل أجل الدين من مدة طويلة، ولكني أردت أن أتخلص من هذا الدين ولو بجزء منه، فأبيع هذا الدين على زيد شخص آخر غير المستدين الأول ب100 ريال. الدين كان 1000 ريال فبعته ب100 ريال، فهنا بيع الدين كان من جنس الدين الأول، ولذلك فحقيقة هذه المعاملة بيع 1000 ب100. فبعض المعاصرين أجاز مثل هذا التعامل وقال بأنه في حقيقة التنازل عن بعض الدين، ولكن التنازل عن بعض الدين إنما يكون على المدين الأول وليس على المشتري الجديد. فالمشتري الجديد اشترى هذا الدين ب100 وقد يستوفيه ب1000 وقد يستوفيه ب500، فكان حينئذ من المعاملات الربوية لأنه يصدق عليها حقيقة ربا النسيئة على ما تقدم. وأما الصورة الثانية من بيع الديون المعدومة فأن يبيع ذلك الدين بمال من غير جنس الأول ومن غير سلعة تشاركه في علة الربا، كما لو كان له دين على معسر ب1000 ريال فباع الدين على خالد ب20 صاعا من التمر، فهنا البيع على شخص آخر. فالجمهور يمنعون من هذا التعامل ويعتبرونه من بيع الدين بالدين، وقد حكوا إجماعا على أن أصل هذا الباب على المنع. ويذكر عن فقهاء المالكية أنهم أجازوا مثل هذا التعامل، ورأوا أنه لما اختلفت الأصناف جاز بيع هذا الدين بالسلعة الأخرى التي من غير جنسه. وقد يكون البيع بثمن حاضر يدفع له التمر في الحال، فيكون هذا من أسباب عدم زيادة اشتغال الذمم بالديون، وقد يكون بثمن مؤجل كما لو قال له ب20 صاعا
أدفعها لك بعد ستة أشهر، فعند من أجازها لا بد من وجود شروط السلم ليكون عقدا صحيحا، وذلك أن هذه السلعة كانت سلعة موصوفة في الذمة، فلا بد من اشتمال عقدها على شروط السلم. ومن المسائل المتعلقة بتعاملات المصارف أن يفتح المصرف حسابات جارية بحيث يتمكن صاحب الحساب من وضع مال في هذا الحساب الجاري ثم يأخذه متى شاء، وهذا له شبه بما ذكرناه في الودائع المصرفية. ولكن هنا مسألة، وهي هل يجوز للمصرف أن يأخذ أجرة على الحساب الجاري فيأخذ عمولة عليه، وهذه العمولة قد تكون بنسبة مما وضع من المال فيه، وقد يكون بمبلغ مالي محدد أو متفق عليه بين صاحب الحساب وبين المصرف. ومن بحث هذه المسألة من الفقهاء رأى المعاصرين رأى جواز ذلك ولم يمنع منه، قال بأن ذلك المصرف قدم خدمة ليستحق بها أجرة متى وقع الاتفاق بينهما جاز ذلك الاتفاق. وهذا يجري على قواعد الشرع في باب الإيجارات، والناظر في هذا يجد أن بينه وبين أخذ صاحب المال للعمولة على وضعه لماله في المصرف فرقا، فإنه في تلك المسألة المقرض يأخذ زيادة، وفي هذه المسألة التي بين أيدينا المقترض هو الذي يأخذ المال الزائد عن القرض، ففرق بين المسألتين. ومن المسائل أيضا التي قد تتعلق بهذا الباب ما يتعلق بوضع المصارف صناديق، قد يسمونها صناديق استثمار أو صناديق توفير، وقد يكون منها أجزاء وأقسام متعددة بحسب النشاطات التي تكون مزاولة المصرف للأعمال التجارية فيه، فقد يكون في باب العقارات مما قد يسميه بعضهم ريتاً، وقد يكون في باب الأسهم، وقد يكون في باب في أبواب أخرى من أبواب المعاملات. فصناديق التوفير هذه هل هي جائزة أو ليست بجائزة؟ ينظر في تكييفها، فإن كانت حقيقتها عقد ربا بأن يكون هناك مبلغ مالي يدفع لصاحب المال في كل مدة من المدد، فهذا نوع من أنواع الربا، وذلك أن البنك يأخذ ألفاً ثم يقوم بردها 1500 على مدار السنة، يدفع في كل شهر مبلغاً وفي نهاية السنة يعيد أصل المبلغ، فيكون هذا من أنواع عقود الربا المحرمة شرعاً. وأما إذا كانت هذه الصناديق قائمة على نوع من أنواع التجارة أو أنواع الصناعة، ففي هذه الحال يقال بأن أصلها على الجواز متى كانت مراعية للشروط الشرعية الواردة في ذلك التعامل من أنواع التعاملات. ومن أمثلة ذلك أن يوضع صندوق فيساهم فيه من يساهم
ثم يشترى بالأموال المودعة في ذلك الصندوق عقارات، ثم هذه العقارات تؤخذ غلتها فتوزع على المساهمين والمشاركين في ذلك الصندوق. وقد يكون للمصرف نسبة من غلة هذه العقارات، فهذه الصناديق قد تكون محددة بمدة معلومة بحيث تباع السلع التي يحصل الاستثمار فيها عند تمام هذه المدة، وقد لا يكون هناك اتفاق على تحديد الاستثمار في هذه الصناديق بمدد محددة، وحينئذ يكون لكل مستثمر في ذلك الصندوق جزء من هذه العقارات التابعة للصندوق. ومما يتعلق أيضا بهذا الباب ما يعرف ببيع الأسهم والسندات، فإن المصارف قد تدخل في هذا الباب، والدخول يكون على أنواع. النوع الأول أن تكون المصارف وسيطة في التعاملات التي تكون بالأسهم، ومن ثم يكون لها نسبة من هذا العقد، أو يكون لها مبلغ مالي محدد عن كل عملية تجرى بها تجرى في هذا الباب. فإذا كانت العمولة المدفوعة للبنك بمبلغ مالي محدد كانت من أنواع عقد الإيجارة، وبالتالي تكون عقداً جائزاً تخرج على عقود الإيجارة، ولا بد حينئذ من وجود شروط عقد الإيجارة. وأما إذا كانت بنسبة مئوية من عقد ذلك المنتفع، ففي هذه الحال يكون عمل ذلك المصرف هو عقد سمسرة على وفق ما جرى في عقود السمسرة. ومن أنواع تعاملات البنوك في الأسهم أن تتجر في الأسهم، بحيث تشتري هذه الأسهم وتمتلكها ثم تقوم ببيعها، وبيعها قد يكون بثمن حاضر وقد يكون بثمن مؤجل، وفي العادة أن يزاد في الثمن المؤجل. وفي هذه الحال لا بد من وجود شروط التورق السابقة التي ذكرناها، من كون البنك يملك هذه الأسهم ملكاً تاماً قبل بيعها، ومن كونه لا يقوم بشرائها من العميل ولا يوكله العميل في بيعها. وكذلك يشترط أن لا يزاد عليه في الأقساط، لا يزاد على العميل أو المشتري في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. ويشترط أيضا أن تكون تلك الأسهم في شركات مجالها واستثماراتها في الأمور المباحة، وذلك أن الشركات على أنواع بالنسبة لتعاملاتها، فهناك ما يكون تعاملات الغالب في تعاملاته تعاملات الربا أو بأنواع التعاملات المحرمة، كما لو كانت الشركة التي يراد شراء أسهمها تتعامل بصنع الخمور أو تجارة الخمور، أو كانت تتعامل ببيع المحرمات. ففي هذه الحال لا يجوز شراء أسهم هذه الشركات ولا المتاجرة فيها، لأن الإنسان حينئذ يكون معاوناً على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما إذا كان أساس معاملات الشركة التي يراد شراء أسهمها
معاملات مباحة وأصل نشاطها على الإباحة، لكن يوجد عندها تعاملات محرمة، فهذا النوع على قسمين. القسم الأول ما تستعمل فيه الشركة أموال المساهمين في التعامل المحرم، كما لو كانت تقوم بإقراض أموال المساهمين في قروض ربوية، أو تشتري بأموال المساهمين أموراً محرمة فتقوم ببيعها، فهذا النوع من أنواع التعاملات محرم، وعلى ذلك فإن المساهمة في مثل هذه الشركات على التحريم، وذلك لأن الإنسان كأنه قد جعل جزءاً من ماله في أمر محرم، وبالتالي يحرم عليه هذا التصرف. فإن من كان عنده 100 لا يصح له أن يقول سأتجر في 100 هذه ب99 ريالاً في أمور مباحة، وأتجر بريال واحد في الربا، ليكون محارباً لله ورسوله في هذا الجزء من ماله. وأما القسم الثاني فهو أن تكون الشركة المساهمة قد تعاملت بالأمر المحرم، ثم لكن هذا التحريم ليس متعلقاً بأموال المساهمين. ومن أمثلة ذلك ما لو كانت هناك شركة فيها مساهمات متعددة، ثم اقترضت الشركة قرضاً ربوياً، فإن ثم اتجرت بالجميع مال المساهمين ومال القرض الربوي، فإن الشركة في هذه الحال لا تستعمل أموال المساهمين في الأمر المحرم من ربا أو غيره، ففي هذه الحال لا يكون على صاحب الأسهم شيء من الإثم، وذلك أنه لم يرضى بهذا المحرم ولم يساهم بماله في هذا التعامل المحرم. فإن جاءت أرباح من هذه الشركة فإن صاحب الأسهم يجب عليه التخلص من ربح المال الربوي الذي وزع عليه عند توزيع الأرباح. مثال ذلك هناك شركة فيها أسهم، ورأس مال هذه الشركة 1000 ريال مثلاً، لكل مساهم سهم قيمته 1 ريال، صاحب القائم على الشركة قام باقتراض 1000 أخرى من أجل أن ينمي تجارة هذه الشركة المساهمة، ولكن هذا القرض كان قرضاً ربوياً، فاتجروا وربحوا من ذلك الضعف، ففي هذه الحال ففي هذه الحال الربح المقابل لمال المساهمين يحق لهم أن يأخذوه، وما زاد عن ذلك فإنه زيادة ربح ناشئة عن تعامل محرم، ومن ثم وجب عليهم التخلص منه، وهذا ما يسميه بعض الفقهاء بالتطهير. وحينئذ نعلم أن المصارف قد تدخل في هذا الباب، مرة بكونها تتبنى عملية الاكتتاب في الشركات المساهمة، ومرة قد تقوم بشراء أسهم شيء من الشركات لتكون شريكة في ملك هذه الشركات، ومرة قد تتعامل ببيع هذه الأسهم
على من يريد تملكها والانتفاع بها أو يريد أن ينتفع بثمنها والزيادة في قيمتها بحسب تفاوت أقيامها في الأسواق. ومن ثم لا بد من ملاحظة الضوابط الشرعية المتعلقة بالأسهم، ومثل الأسهم ما يتعلق بالسندات، والسندات على نوعين: سندات ملكية وسندات مالية. فالسندات المالية التي تشترى هي بمثابة دين يشتريه من يريد الاتجار فيه ليبيعه أو ليحصل على عوض مالي بسببه، فهذا النوع يمنع منه، وذلك أنه بيع مال ربوي بمال من جنسه أحدهما فاضل مؤجل. وقد تكون السندات في غير هذا، كما لو كانت هناك سندات ملكية فيقوم شخص ببيع هذه السندات التي تثبت الملكية في هذا الباب، فيوجد من يشتريها بثمن يريد بذلك أن يستفيد من الأرباح المترتبة على ملكية جزء من السلعة التي السندات تمثل جزء ملكية فيها. فهذه أنواع من أنواع التعاملات المالية في المصارف، وهناك تعاملات أخرى لعلي إن شاء الله أن أتكلم عنها في الغد بإذن الله جل وعلا. والمرء مهما أراد أن يستوعب الكلام في مثل هذه التعاملات فإنه لن يتمكن من ذلك، لأن وقت هذه الدورة محصور، وإنما المراد إيجاد تصوير لهذه المسائل وبيان مرد هذه المعاملات، وعلى ذلك نتمكن من معرفة الحكم الشرعي فيها. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يتولى أرزاقكم وأن يدرها عليكم، وأن يكفيكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، كما نسأله جل وعلا أن يبارك في أرزاق المسلمين وأن يمكنهم من الاتجار والأعمال، كما أسأله سبحانه صلاحا لأحوال الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.